اهلا احبائي الكرام، اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما قلناكم فيديو جديد واخبار جديدة. ان لله وانا اليه راجعون. اليوم نتصدموا بالوفاة ديال ايمان تسونامي، اللي كانت واحد الوفاة المفاجئة الصراحة. كما كتعرفوا ايمان تسونامي عانات واحد المعاناة مع المرض، واللي ان لدرجة ان جلالة الملك نقلها للمستشفى العسكري بالرباط، وهذا الشيء باش تعالج. ولحسن الحظ انها تعالجت، وكانت البارحة كانت عشات معهم بخير وعلى خير كما كيقولوا الاهل ديالها، وانهم كانت اليوم غادي تخرج، ولكن بالصدفة اصبحت ميتة. ما عرفناش هاد الوفاة ديالها واش هي وفاة طبيعية ولا كاين شي ملابسات تما، الله اعلم. المهم اخوتي، الوفاة ديالها كانت صراحة صدمة للجميع، وكل شيء عانى من هاد الصدمة هذه، لأن كل شيء تنتظر كما كنقولوا الخروج ديالها من المستشفى بخير وعلى خير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف فينا يمشيو الله هاد الناس اللي سموها واللي داروا لها هاد الشيء، واللي كيشوفوا دابا الوفاة ديالها واش ما كيخافوش من الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم اخوتي، هادو هما المستجدات والاخبار اللي كاينه. هادو هما لاي واحد كما كنقول كل شيء. الفنانه منضمه مع ايمان تسونامي، الله يرحمها من هاد المنبر، والله يجعلها فسيح الجنه باذن الله يا ربي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما لقينا ما نقولوا الصراحه في هاد، لان هاد الوفاه ماشي وفاه اللي كنقولوا كما كان طبيعيه، وانما كانت هذه الوفاه ديالها بسبب ديال التسمم اللي تعرضت ليه من الناس اللي هما اعداء ديالها، او الناس اللي بلا ضمير، الناس اللي بلا شفقه بلا رحمه. لا حول ولا قوه الا بالله، الله ياخذ فيهم الحق من المنبر. المهم اخوتي رحمها الله، وكنتمنوا الدعوات تكون معها ومع جميع المسلمين. ان لله وانا اليه راجعون. الى ملتقى اخر، مستجدات اخرى باذن الله. السلام عليكم.